غادي نمشيو هاد المره في مكالمه اخرى باش غادي نتواصلوا هاد المره مع ام صفاء على الخط معنا من مدينه مكناس. اهلا بك ام صفاء. السلام عليكم اختي عفاف. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. بغيت نستشير مع الدكتور الحليمي ولا يوجهني ولا ينصحني، ما عرفتش شنو غادي ندير. واخا مرحبا. واخا البنية ديالي عندها 10 سنين. ايه. اكتشفت عندها حساسية الجلوتين ملي كانت عندها 3 سنين. واخا. مؤخرا دابا بانت عندها الكواطخ. دابا. نعم. دابا نصحني الطبيب قال لي خصك تحيديها لها، ودابا انا مترددة متخوفة ما عرفتش شنو غادي ندير. نعم واخا. وبالنسبه للتحاليل. نعم بالنسبه للتحاليل. نعم ام صفاء. وي عندي هنا بالنسبه للبي اس اش 3 جينيراسيون عندي 4.46. ايوه تي 3 تي 4. نعم تي 4 عندي تي 4 عندي 1.22. نعم واخا. دابا نتردد. الله ينصح لي. الله يخليك. تخوفتي من العمليه؟ مخوفه لان كنسمع يعني التاثيرات ديال الازاله، من بعد الازاله ديالها مخوفه بزاف، ما عرفتش تاثر على الدراسه ديالها ولا ما عرفتش. نعم خذ نمره التليفون ديالي وانا غنجاوبك دابا ان شاء الله. واخا شكرا. شكرا دكتور. شكرا لك ام صفاء، كنتي معنا من مكناس. اذا البنيته ديال ام صفاء استاذ الحليمي حاليا في العمر ديالها 10 سنين، واش ممكن في هذا السن يعني تعمل بالنصيحه ديال الاطباء وتقدر تخضع للعمليه اللي هي خاصه بازاله الغده الدرقيه؟ نعم هو اول حاجه خصنا نشوفوا العلاقه ديال الجسم كيفاش عطى المشاكل ديال الغده الدرقيه. وفي هذا السن هذا. نعم في هذا السن، هذا السن مبكر. الوغ شنو وقع؟ احنا دائما للاسف قسمنا الاجهزه، الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي، الجهاز الهرموني. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الناس كيعتقدوا بان الغده الدرقيه بوحدها كتشتغل بوحدها. الغده الدرقيه كتشتغل مع الغده النخاميه ومع الميهاد ومع الكلونت سيغينال، الغده الكدريه، وكتشتغل مع الكليه، وكتشتغل مع الجسم كامل. وكل شيء كيشتغل مع الامعاء. لأن يعني المناعة باش كتطلع وكتهبط بالأمعاء. الصحة تساوي أمعاء صحية، المرض يساوي مشكل في الأمعاء. ألوغ فيما يتعلق بالعلاقة بين حساسية الجلوتين أو لا لانتوليرونس الجلوتين أو لا عدم تحمل الجلوتين والغدة الدرقية. ألوغ فإحنا الجسم ديالنا الأمعاء هما 7 متر. يعني راه طول كبير بزاف. المساحة 200 متر مربع، تيران ديال التنس. بس ما يعتقدوش بان هذا العضو هو عضو بسيط، هذا العضو هو الجهاز العصبي الاول، وهذا العضو يتحكم في الجهاز العصبي اتخافيغ واحد لونيغ اللي كنسميو لونيغ فاك، واخا؟ الوغ هذا العضو هذا عندنا حنايا كتكون خليه حدا خليه، كتسمى لي جونكسيون سيغي. ففي الامعاء كتكون خليه حدا خليه، علاش؟ باش يتم الامتصاص بشكل اللي الله سبحانه وتعالى هدر، بسم الله الرحمن الرحيم، ان كل شيء خلقناه بقدر. الوغ القدر ديال الامتصاص شنو كيحتم؟ ان البروتينات تتحول الى احماض امينيه، السكريات تتحول الى جليكوز، والدهنيات تتحول الى احماض دهنيه. مي كتكونوا ديك لي جونكسيون سيغي، خليه ما كتبقاش حدا بعضياتها، كيوقع واحد الفراغ. باش كيوقع الفراغ؟ النظام الغذائي اللي كنعيشوه دابا في القرن 21. الوغ كيوقع الفراغ بين هاد الخلايا. شنو كيدخل؟ كيدخلوا بروتينات. كيدخلوا بروتينات هكاك بلا ما كيتقطعوا. بروتين الكازيين ديال الحليب كيعطينا لانتوليرونس بروتين ليد فاش، يعني عدم تحمل بروتينات الحليب. كيدخل عندنا نقص في اللاكتاز، انزيم اللاكتاز كيولي عندنا لانتوليرونس واللاكتوز، يعني السكر الحليب. علاش؟ لان عندنا نقص في هذا الانزيم هذايا. مرور البروتينات ديال الجلوتين، والجلوتين شنو هو؟ ما هو الا بروتين في القمح. الوغ الاسباب ديالو هي اسباب غذائيه، ثانيا اسباب اشياء تتعلق بالنظام الغذائي في العالم كامل. علاش؟ لان وقعت واحد العمليه كتسمى الغيتخو كروازمون او ليبريداسيون، زادوا نسبه الجلوتين في القمح. داكشي اش كنقول المغاربه عطاكم خذوا القمح الصلب ماشي القمح الاخر. القمح الصلب اللي هو قمح اللي كنسميو حنا قمح بلدي، ما فيهش نسبه الجلوتين طالعه بزاف. الوغ كدوز هاد البروتينات، مي كدوز هاد البروتينات اول حاجه كتعطينا دي توكسين كيتسموا لي نورو توكسين. لي نورو توكسين كيمشيو للجهاز العصبي اللي عاد كتعطينا دابا باركنسون، الزهايمر، سكليروز اون بلاك، هاد الامراض الجهاز العصبي اللي كاينه دابا، والديبرسيون، الاكتئاب اللي ولات طلعت النسبه ديالو بزاف في العصر الحديث. كتعطينا الكازومورفين، البروتينات ديال الحليب، يعني كمي كدوز في هاد الامعاء كتسمى ليبر بيرميابيليتي. الوغ كتعطينا الكازومورفين والجليتينومورفين. الوغ هادو هما بجوج كيعطيونا مشكل في الجهاز العصبي. من بعد
كندوزو الجلوتين. الجلوتين ملي كيدوزو هاد البروتينات للجسم ديالنا قد قبيلتي المناعه هي كتعرف شي حاجه ديالنا ولا ماشي ديالنا. البروتينات بالنسبه لها هي ما تحولاتش احماض امينيه، يعني واحد جسم داخل، جسم داخل غادي تهاجمه. ملي كتهاجمه كيتسموا هاد لي زونتيكور اونتي تيرويديان. الوغ كتعطي واحد المواد سميتها الاتي او لي زونتيكور اونتي تيرويديان، لان علاش؟ لان التركيبه ديال الجلوتين هي بروتين كتشبه لواحد العضو. الوغ ربما تهاجم لك الكليه، ربما تهاجم لك البنكرياس، ربما تهاجم لك جميع الاعضاء. الوغ هي كتلقى داك داك التركيبه ديال داك لي فراكسيون ديال البروتينات ديال الجلوتين كتشبه لي فراكسيون ديال الغده الدرقيه، ومشات هاجمات لها الغده الدرقيه. الوغ اشياء بسيطه جدا، اشياء اللي هي الناس خصهم يعرفوها. الوغ فيما يتعلق بالنظام الغذائي ديالها ان شاء الله الاسبوع الجاي تتصل بيا باش نقول لها شنو ممكن دير في النظام الغذائي ديالها، لان النظام الغذائي بالنسبه لعدم تحمل الجلوتين وحساسيه الجلوتين هو الحل الغذائي، لا يوجد لحل اخر الا حل غذائي يتعلق بعض الاشياء اللي خاصنا نديروها. انا كنقول الناس دائما الا كنا كنهضروا على الديابيت، كاين الناس اللي بري ديابيتيك اللي مؤهلين انهم يكونوا ديابيتيك واخا ما عندهمش. الناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين، كاينين الناس اللي مؤهلين باش يكون عندهم حساسيه الجلوتين. هادشي اش كنهضروا على الوقايه، لان المرض كيدوز من واحد المرحله تسمى مرحله الكمون. وانا كنقول للناس المستمعين والمستمعات الله يجازيكم بخير، ردوا البال لمرحله الكمون ديال الامراض. اي مرض كتسبقوا مرحله الكمون. داك مرحله الكمون الا دركتي فيها الموقف، وباش كنداركوا الموقف؟ ليجين دو في. الوغ النظام الغذائي، الانسان الجانب الديني ديالو، نصليو في الوقت، نثبتو بالجانب الديني، نقراو القران الكريم. الوغ هادشي اللي كيرفع لنا المناعه، المناعه لا كترتفع الا بهاد الاشياء هادية، زائد الصيام، ماشي الصوم، الصيام. الوغ الصيام الاشياء اللي كتطلع لنا المناعه. ان شاء الله الاخت غنعطيها شنو غتدير، بالاضافه الى في الحلقه ديال الامعاء ان شاء الله غادي نعاودو نديرو حلقه اخرى على ما يخص الغده، على عفوا الامعاء. وبالنسبه للغده الدرقيه ديالها تشوف على حساب هاد لي نودول، واش الا كانوا كيزيدوا ضروري دير واحد نظام غذائي، سينون ضروري تبع الطبيب ديالها اللي هو اختصاصي في الغدد اللي هو يقدر يقرر شنو غدير في الاخير. نعم، نمشيو هاد المره في مكالمه اخرى، غادي نتواصلوا مع صباح على الخط معنا من مدينه مراكش. صباح، الراديو اللي حداك طفيوله بعدي عليه. خيطي سمعت سميتي. مرحبا، مرحبا صباح. السلام عليكم. لاله، شكرا بزاف، كنشكركم ونشكروا الدكاتره كاملين اللي معكم. شكرا لك صباح. عفاك، عندنا واحد البنيه عندها 18 سنه. ايه، وتتبان ناقصه في النمو ديالها وفي الوزن ديالها، لا في الوزن ولا في الطول. شحال عندها الوزن عفاك؟ فيها 49. نعم، وفي الطول ديالها شحال القامه ديالها؟ فيها تقريبا متر و59. متر و59، نعم. كتبان ناقصه زعما مزيان. هذا هو، بغيت الدكتور يرشدني واش كاين شي اغذيه ولا واش ندير لها شي تحليله ولا هذا اللي بغيت نعرف. الله يجازيكم بخير. عمرك درتي لها شي تحليلات ولا لا؟ فات دايره لها شي تحاليل ديال الكواطخ وداك الشيء ما عندهاش. عرفتي تا عند الكارديو دار لها البيلو. ما عندهاش مشكل بعدا في الغده الدرقيه. لا ما عندهاش، حديتها الكارديو دار لها البيلو. ما كل شيء عندها مزيان الحمد لله. لا بس ما تتعاني من والو، غير هي تتبان هكاك ناقصه السن ديالها. درتي لها التحليله ديال نسبه السكر، هي صايمه يعني اجان تحليله ديال السكر على الريق دارتها؟ هي دارتها، فاش دارت البيلون اللي عطاتها الدكتور القلب دارته حتى هويا، كل شيء عندها مزيان. نعم، يعني اللي فهمت انا ان الغده الدرقيه، يعني حنا كنديروا احتمالات بزاف، يعني احتمال الغده الدرقيه ما كاينش فيها مشكل، احتمال ديال السكر ما كاين، يعني نسبه السكر اللي تكون طالعه ما كايناش. هذه الاحتمالات هذه بالنسبه لكم هي كامله كتقول ان الاحتمالات ما كايناش. لا ما كايناش الحمد لله. واخا صباح، شكرا لك صباح، تواصلتي معنا من مدينه مراكش. اذا البنيسه ديال صباح وسيد الحلمي كيف ما شرحات، العمر ديالها 18 سنه، بالوزن ديال 49 كيلو، والقامه ديال متر و59. نعم، يعني ناقصه واحد 7 ديال الكيلوغرام تقريبا. نعم، على الوزن العادي ديالها. على الوزن، نعم على الوزن العادي ديالها. نعم. غير هي انا كنقول دائما، انا كان واحد النقطه استاذ عفاف راه ديما كنت كنقولها، كنقول ان الناس من يديروا تحاليل طبيه للاطفال، يعني الا شفنا شي طفل مازال ناقص، يعني كيكون ناقص، الا حنا كنحيدوا الاحتمالات بزاف. علاش؟ لان كنا كما قلنا في الحلقه اللي دازت، قلنا ملي كيكون هيبر اكتيفيتي ديال لا تيرويد، ممكن لان لا تيرويد كتحكمنا في الميتابوليزم، كتحكمنا في الوزن، بزاف ديال الامور. الوغ حنا كنحيدوا الاحتمال ديال الغده الدرقيه.
يعني مادام الام قالت بان الغده الدرقيه ما فيهاش مشكل راه حيدنا هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني هو انها ربما لان كنعرفوا حنا السكري النوع الاول كيكون هبوط في الوزن العكس ديال السكري النوع الثاني، راه حيدنا هذا الاحتمال هذا. راه الحمد لله بعدا انا الطفله عندها تحاليل طبيه جيده. انا كنقول دائما ما كنعطيش الحل الثالث، كنعطي حلين. يعني الانسان عنده اختيارين، واش يكون عندك تحاليل طبيه جيده ووزن ناقص، او لا يكون عندك وزن زايد. انا كنفضل يعني ان الطفله تكون عندها 7 كيلوغرام هذه تكون ناقصه، وتكون تحاليل كنأكد تكون بالشرط الثاني تكون تحاليل طبيه جيده. ما الا كان المساله الثانيه زايده 7 كيلوغرام راه بحال الا هز معك بيدو ديال 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 بيدو ديال الماء ديال 5 لتر زائد واحد القرعه اخرى فيها 2 لتر هي 7، يعني هزهم معك فيما مشيتي. بالنسبه لي انايا العبء على الجسم كيكون زايد، وبالتالي اللهم نفضل انا الحاله الاولى. اللي جميل هو ان التحاليل الطبيه عندها جيده، هادشي ما كيمنعش ان نديروا بعض الاشياء اللي هي اشياء في وقائيه باش ما يكونش عندنا مشكل من بعد. زائد طفله في 18 سنه انا كنظن غتكون في المرحله ديال الدراسه، كيكون شويه لان الاطفال كيكونوا ناقص الوزن عادي كيوصلوا لذاك السيزيام اني الباك كيبداو الجامعه كيبداو كيكون شويه ديال لو ستريس كيبدا الانسان من تما المرحله الانتقاليه كيبدا يفكر في المستقبل ديالو شنو غندير. هاد لو ستريس هذا شويه كي ما كيخليش الانسان يعني تكون عنده واحد النمط جيد، ربما ينقص في الوزن. ولكن ان شاء الله هي مادام هي يعني بنت يعني ان شاء الله مازال عندها مستقبل اللي هو مستقبل عائلي، بزاف ديال الامور كتزاد ربما يزاد الوزن. مي انا بالنسبه لي انا النقطه البيضاء هو ان التحاليل الطبيه جيده، ونفضلوا اننا نكونوا ناقصين على اننا نكونوا زايدين بشرط انها تكون تحاليل طبيه جيده. نعم واخا في مكالمه